نحن الآن في مجلس فرسان منطقة نجران، نستضيف في هذا البرنامج رموز الفرسان. وقد نقول إنه ما إذا ما كانت عند كل قبيلة أو عند كل بيت، فكل قبيلة أو كل أسرة يوجد عندها خيل حتى الوقت الحالي. فهذه اللي ميزتها وخلتها النجران يهتمون في الخيل ويحبونها. عندنا حاجة أخرى، أن الفرس أو الحصان راعيه يعتبره جزء منه. تنزل على الحدان لمن جز حام وجن ذر ما هي تخف ركابها، جلابة للروح لا غلي المشام، والجمع والرادن تبيع رقابها. عندي أبيات يقول فيها: يا بلادي لا تمالي في ولانا، يشهد لنا من سكن نجد العذية. لا دخلها الصوت والقوم شعافتها، واستدارت وقحمت والقوم عيا.